جبل ومركز قطن، ومجموعة من الجبال تقع بين منطقة القصيم والمدينة المنورة، تشكل بمجموعها حلقة دائرية تحتضن بداخلها شعبان مليئة بأشجار الطلح، ويتبع المركز إدارية محافظة عقلة الصقور بمنطقة القصيم، ويبعد عنها عن عقلة الصقور 10 كيلومترات. ويمتد تاريخ قطن إلى العصور الأولى من الإسلام، ويتضح ذلك من خلال أقوال بعض المؤرخين أن قطن كانت تتنازعها عبس وأسد في العصور الأولى من الإسلام، وجاء ذكرها في معجم بلاد القصيم للعبودي حيث قال: قطن جبل أحمر شديد الحمرة لأنه يبدو للناظر أحمر. ويقع قطن غرب القصيم على بعد 170 كيلومتر من مدينة بريدة، يراه المسافر من القصيم إلى المدينة المنورة على يمينه قبل أن يصل إلى عقلة الصقور، وكان مشهورا في القديم، حيث قال الحافظ إنه جبل معروف، وقال ابن إسحاق: قطن ماء من مياه بني أسد بنجد.